أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل بي الوحدة السابعة، المحافظة على الموارد المائية من التلوث. ونواصل تسجيلنا المقاطع لشرح متاسس الوحدة، واليوم نصل لخلاصة الوحدة. الوحدة السابعة نصل لخلاصتها ونرى ماذا غطينا في هذه الوحدة. خلاصة الوحدة: لقد تم التعرف على الآتي: مصادر تلوث المياه منزلية وصناعية ومصادر أخرى. مصادر أخرى رأينا هنالك زراعية وأيضا كوارث طبيعية. أو كوارث من صنع البشر زي الكوارث النووية مثلا. وتأثير جودة الماء على صحة الإنسان: إذا كان ماء غير جيد أو ملوث تسبب أمراض السرطان للإنسان وأنواع أخرى من الأمراض كما تم ذكرها في، خاصة أمراض المعوية كما تم ذكرها من قبل في المقاطع السابقة. تأثير تلوث الماء على البيئة: هناك التنوع البيولوجي وآثار أخرى وهي تقريبا حوالي ستة تأثيرات يمكن أن يتركها هذا الماء التلوث على البيئة، منها يؤثر على الحياة. ويؤثر على التنوع البيولوجي، هذه نمرة اثنين. ثلاثة، ممكن يؤثر على الوسط الاجتماعي، وسط اجتماعي اقتصادي. وأيضا أربعة، ممكن يؤثر على الوسط الطبيعي. نمرة خمسة، ممكن يؤثر على التنمية المستدامة. ونمرة ستة، ممكن يسبب كوارث. إذن هنا لخصنا تأثير تلوث الماء على البيئة في ستة نقاط: المحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من ناحية التغنية والقانونية. تقنية وقانون، يعني نستخدم التقنيات، ولاحظنا استخدام تقنيات قديمة وحديثة والقوانين المصاحبة لذلك للحفاظ على استرشاد واستهلاك الماء بصورة اقتصادية بدون تبذير الماء. وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع وكذلك نهاية هذه الوحدة السابعة، وسنواصل الشرح للوحدات الأخرى من هذه المادة إن شاء الله.